للمزيد ينضم إلي من عمان معين الطاهر الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أهلا بك سيد معين. هذا الارتباك إن صح التعبير والخلاف بين قيادة الجيش من جهة ونتنياهو من جهة أخرى ينم عن أن هنالك قرار غير معلن ولكنه في ذات الوقت غير حاسم تجاه عملية رفح، كيف تقرأ كل هذه المعطيات؟ أنا أعتقد أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بشن هذه العملية. المشكلة الرئيس هنالك مشكلتان رئيسيتان تواجهانه. المشكلة الأولى هي الموقف المصري الرافض لعملية التهجير القسري أو الطوعي باتجاه سيناء، والمتمسك أيضا بتفاهمات عام 2005 حول محور فيلادلفيا، والذي يعني لمح أكثر من مرة إلى أن مثل هذا الهجوم قد يعرض حتى اتفاقية السلام أو العلاقات ما بين البلدين إلى يعني توتر أو إلى خطر شديد. المشكلة الكبرى التي تواجه الجيش الإسرائيلي هي الكثافة البشرية الهائلة. الجيش الإسرائيلي كان قد سبق أن طلب من سكان شمال غزة ومن سكان وسط غزة وخان يونس اللجوء إلى رفح. الآن التقديرات تشير إلى أن عدد السكان في رفح قد ارتفع إلى رقم ربما يزيد عن 1.5 مليون، بعض التقديرات تقول أنه 1.7 مليون شخص في مساحة ضيقة جدا، وهي لعلها الأكثر كثافة الآن في العالم بأسره. إلى أين سيذهب بهؤلاء؟ كيف يمكن أن تجري عملية عسكرية في ظل وجود هذه الأعداد الهائلة جدا من المدنيين دون أن تحدث عملية إبادة وعملية مذبحة كبيرة؟ إلى أين سيعيدون هؤلاء النازحين؟ والقتال في خان يونس وفي وسط غزة لم يتوقف، والاشتباكات في شمال غزة أيضا ما زالت جارية، وهنالك استعدادات للجيش الإسرائيلي في الشمال لإقامة نقاط تمركز وإقامة مناطق عازلة حول هذه النقاط، وعودة أهالي الشمال إلى الشمال سيعيق مثل هذه المخططات. الإرباك ناجم من هذا الجانب، ومجال ناجم أيضا من الضغط الأمريكي الذي يحاول أن يجمل العملية العسكرية الإسرائيلية بأن يقول بأنه يعني عمليا الموقف الأمريكي لا يعترض على عملية عسكرية في رفح، ولكنه يطلب من الإسرائيليين أن يعني يحافظوا قدر الإمكان على حياة المدنيين في تلك المنطقة، أي أنه بشكل أو بآخر يحاول أن يحدد لهم عدد القتلى من المدنيين. لا يمانع بالعملية من حيث المبدأ، لا يمانع بقتل المدنيين من حيث المبدأ، ولكن يدعو إلى تقليص هذه الأعداد من الشهداء والقتلى. وشاهدنا اليوم نتنياهو يتحدث عن أن الولايات المتحدة تخوض إلى جانب إسرائيل معركة سياسية ودبلوماسية كبرى تقوم بتغطية العمل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة. لذلك أنا أظن أن رفح ستكون قادمة. جانتس بالأمس صرح أيضا بأنه يمكن لهذه العملية أن تبدأ في رمضان، رغم أن الإدارة الأمريكية كانت قد حذرت من أي قيام بأي عمليات عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رمضان، خشية من إثارة يعني الضفة الغربية، من إثارة فلسطين المحتلة 48، ومن إثارة العالم العربي والإسلامي نتيجة قدسية هذا الشهر الفضيل. لذلك الأمور تتراوح يعني ما بين ما هو حجم الرضوخ لهذه الضغوط التي تحدث، ما الذي سيفعلونه بالمهجرين، هل سيدفعونهم إلى الهجرة باتجاه سيناء، هل سيقومون بإرسالهم إلى منطقة المواصي أو إلى منطقة خان يونس، ومن ثم هم يقولون أنه بعد معركة رفح التي ستستغرق حسب تقديراتهم من شهر ونص إلى شهر سيتم بعد ذلك الانتقال إلى ما كان الولايات المتحدة الأمريكية تنادي به منذ أكثر من شهرين، وهي المرحلة الثالثة من الحرب. المرحلة الثالثة ليست رفح، المرحلة الثالثة من الحرب هي الانتقال بنمط العمليات من نمط القصف الجوي الشديد إلى نمط العمليات الخاصة، القصف المحدود، طيب مهاجمة مناطق محددة. هل سيمنح المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية نتنياهو هذه المهلة يعني شهر إلى شهر ونصف قبل أن يحقق نتنياهو جزء من المطالب التي طالب بها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من القوى الدولية بتوقف
تهدئة العملية العسكرية؟ يعني أظن أننا لم نعد نثق كثيرا في ما يدعى بالمجتمع الدولي أو بالضغوط الأمريكية على الولايات المتحدة على إسرائيل. هذا الكلام سمعناه في الأسبوع الأول وفي الأسبوع الثاني وفي الشهر الأول وفي الشهر الثاني وفي الشهر الثالث من الحرب، ولم يؤدي إلى نتيجة. المجتمع الدولي له معايير مختلفة عندما يتعلق الموضوع بفلسطين وبالعدو الصهيوني. الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة ترفض وقف إطلاق النار، هي تعد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الآن لمناكفة مشروع القرار الجزائري الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار، رغم أن مشروع القرار الجزائري من الواضح أنه قد يحصل على أغلبية ساحقة في مجلس الأمن، وأن الولايات المتحدة ستصبح منبوذة ومعزولة كليا وستضطر فقط إلى استخدام حق الفيتو. البلد الولايات المتحدة إذا كانت ترفض الموافقة على مبدأ وقف إطلاق النار، فكيف يمكن أن نقتنع بأنها تمارس ضغوط حقيقية وفعلية على إسرائيل؟ هل نعتقد أن بايدن لو أراد لهذه الحرب أن تقف فإنه لن يوقفها في دقائق؟ هذا يعني منطق غير سليم وغير صحيح. هي ليست أكثر من محاولة لتجميل الموقف الإسرائيلي ولتجميل الموقف الأمريكي بالإدعاء أن هنالك فوارق محدودة. لا شك أن هنالك خلافات سياسية بدأت تظهر حول اليوم التالي لما بعد الحرب، ولكن بالأمس كانت الحكومة الإسرائيلية موحدة عندما قررت عدم الاعتراف بأي إملاءات دولية. يعني أي أن هنالك ما زال، يجب علينا أن ندرك أنه ما زال هنالك في إسرائيل جيش خلفه مجتمع، وما زالت الحكومة الإسرائيلية موحدة برغم كل ما يقال. الخلاف الوحيد هو على موضوع أولوية تحقيق صفقة لإطلاق سراح الرهائن حتى لو أدى ذلك إلى توقف القتال لبضعة أيام أو أسابيع، أو استمرار الاندفاع العملياتي الإسرائيلي في غزة باتجاه تحقيق الأهداف الصهيونية من هذه الحرب. معين الطاهر الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، حدثنا من عمان، شكرا جزيلا لك.